من منا مشاهدينا لم يشجعوا أهله على تناول العصائر الطبيعية منذ الصغر اللي بحبها توني كثير؟ طبعا عصائر نشربها لتأمين حاجتنا بالفيتامينات والمعادن، ولكن كثيرا ما ننسى أنها ممكن أن تؤثر سلبيا على صحتنا. صحيح راوية، فتناول العصائر يمكن أن يسبب مشاكل صحية عديدة ويؤثر بشكل سلبي على شاربها، ومن بين هالشاربين توني طو، سارة أيضا، أنا بحب العصائر، راوية أيضا، كلنا. فخلونا نسأل الخبيرة رومي مجاعس عن العصائر الطبيعية، فوائدها ومضارها من جهة ثانية في رشة صحة. صباح النور. صباح النور توني، هلا فيك. ميرسي. كأنه عصيرك سابقي. نعم، صار على الطاولة. أنت عصرتي؟ أنا عصرته. كل يوم بتعصري؟ أبداً أبداً. أنا بعصر كل يوم. تشربي؟ أبداً. يعني بعملها كتير بطريقة معتدلة. توني قد نحن معودين أصلاً على إنه العصير صحي ويلا عصور تناخد فيتامينات والمعادن، معودين على هذا الشيء. نعم. وهلا بأيامنا الجوسينج يعني كتير الدايري صار عنده فعل. صار عنده فعل سموذيز والجوسينج وكل شيء نقدر نحطه مع بعض، فواكه وخضرة ونخلطهم ونعمل فيهم منهم عصائر طبيعية كتير دايجين مع نظام الديتوكس إلى آخره. أنا ما رح أنكر إنه العصير ما فيه فوائد بصراحة. نعم. يعني فيه فيتامينات، فيه معادن، ما فينا نقول لا. بس أنا اليوم متوجه بهذا الموضوع للناس اللي كتير بحبوا العصير. هلأ كنت عم تحكي أنت بتحب العصير توني، اللي كتير بحبوا يتناولوه كل الوقت وبضلهم عم بيشربوا كل الوقت منه وبيخلوا أولادهم يتناولوه صبح وظهر وعشية، وكمان يعني ممكن يكونوا عم يفوتوا بمنطقة الخطر. يعني أول شيء بيجي على راسنا أنه نحن مننسى كمية السكر الموجودة مثل كأنها ملغومة بكبية العصير اللي حتى لو طبيعية 100%. حتى لو طبيعية 100%. يعني اليوم الناس بركي تنصدم انه لا، حتى لو انا عصرته بالبيت شو المشكلة؟ يعني اذا انا عصرته بالبيت توني، في اربع جوانب سلبية كتير كتير انا حابة اشدد عليهم. اول جانب سلبي واللي هو انا بلاقيه اهم واحد، التخلص من الالياف. يعني هيدي التفاحة انا بدي اعصرها، اوكي، اول شغلة شو بعمل؟ شيل قشرتها. صح توني، هاي القشرة الناس بتنسى قدي فيها ألياف وقدي فيها فيتامينات ومعادن. ما الفيتامينات والمعادن هون. نعم. يعني أنا تحت قشرة، تحت عصرة بدي أعمل هيدا الشيء. ما بيبقى شيء من الفيتامينات والمعادن بالعصير؟ بيبقى، بس مش قد ما نحن نكون تركينا بقشرتها وأكلين الفواكه مثل ما هي. وهي دول الألياف توني، إذا بس تفسر الألياف بيخلونا نتجنب مرض سرطان الكولون. صح. بيخلونا نخفف الكوليسترول بالدم. بيخلونا أكيد نحس بالشبع أكتر. يعني الفوائد الألياف إذا بتطلع فيها عم بتخلص منهم عم تكبهم بزبالة. نفس الشيء لهيدي الليمونة أو البرتقالة توني، إذا بتلاحظ هذا مبين على الكاميرا، في عنا اللب جوا. صح. اللب من بعد ما أنا أعصر على هيدي العصارة مثلا، ها، وتعصر بدي يكون نزلت العصير واللب بروح اللب، بروح اللب، اللب مثل ما هو يحوي. طب مش ممكن نتوخى بانه نزيد اللب على العصير او الالياف؟ احسن بيكون احسن، بس عاده كيف بتصير؟ ننسى، ننسى. حتى بنروح نحن بنشتريه من برا للعصير، اذا حتى بالاماكن اللي هن بيعصروا لنا بنكبس. وهو عاده نحن بنختار العصير لانه سريع، سريع، وبنفضل ناخده من الاسواق اكثر من عصره ببيتنا. مظبوط. هون الاسواق بعد كارثه اكثر، بيكون بعد مضاف له اكثر سكر، ممكن مضاف له ملونات اذا عم نحكي من من الانانب، الا اذا انت طلبتهم انه حدا يعصر لك بوجهك العصير. نعم. اكيد احسن. طيب الجانب السلبي الثاني؟ ثاني جانب سلبي توني اللي هي بنكون عم نزيد من نسبه البدانه. اوكي، يعني في اذا بدك خطوره اعلى يصير هذا الشيء. ليه توني تتعصر هذا الكوب؟ اوكي، كم ليمونه؟ انت اللي عن جد كم ليمونه؟ بحس اثنين او ثلاثه. اوكي، بدنا ثلاث ليمونات. ثلاث ليمونات، يعني عم تتخيل انت توني عم تاكل ثلاث ليمونات على وجبه واحده، قد ايه بتشبع اكثر؟ تاكل ثلاث ليمونات على وجبه واحده، ناخذهم ثلاث ليمونات على وجبه واحده. لا، ليمونه واحده. ليمونه واحده بتحسسنا بالشبع. نعم. وبمرك راسنا، يعني بيقول راسنا بيكون حط براس انه نحن اكلنا، مش انه شربنا يلا شو الاكل. يعني ثلاث ليمونات قد ايه ممكن يزيدونا سمنه وبدانه؟ السكر. يعني انا بدي اقول هيدا السكر طبيعي، مزبوط، الفركتوز هو جوا، بس كمان تقريبا عم نفوت 27 جرام سكر على دفعه واحده عم نشربهم وعم نفوتهم على المصران، فالمصران بيتعرف عليها كانه هو مشروب غازي مثلا، نفس الشيء. نعم. يعني تقريبا، ما هو كميه السكر اللي عم بتفوت ما في حاجه استال مصران يمتصها. طب ما بنقدر، ما بنقدر تنقول مثلا ما في حل الا العصير، ما بنقدر هون نركز بانه ما نعصر الا ليمونه واحده مثلا؟ بلا، فينا نعمل هذا الشيء بس تطلع قد كبيت تطلع قد هلا. بصراحه منيحه هيدي الطريقه للاولاد، هلا بحكي للاولاد، بس
هيدي الطريقة إنه نعطي ليمونة واحدة وناصرها للولاد، ليش لا؟ بس أنا بفضل يعني تكون عن جد عملنا كباية بنكون طلعنا بين 3 ليمونات تقريبا، كمية هائلة من السكر السريع الحر يلي هو النصران بيمتصه بسرعة وبيعلي السكر بالدم بسرعة وبيزيد بالنسبة يعني الحرارة. تنخفف خطورة الجانب السلبي الأول والثاني. بالجانب السلبي الأول بدنا نركز بإنه نزيد الألياف أو نزيد اللب صح. على العصير، وبالجانب السلبي الثاني ما نعصر إلا ليمونة واحدة، نخفف الفواكه. مثلا كنت عم نحكي إنه تحت الهواء عن الرمان، كم رمانة بدنا تنعصر؟ وبس كأنه أنت عندك طريقتك الخاصة والسريعة والعملية تتاكل الرمانة، لأن أكل الرمان شئنا ما بينه صعب. تفقيت الرمان بياخد وقت كتير، بتعبني. صح. شو بعمل توني أنا؟ بقصة بالنص للرمانة فوق جات اللي بعمله هيك، بس بفتحها نتفة يعني هيك مثل بوسعة نتفة، بياخد ملعقة خشب وبصير اضربها لمن وراء بطريقة قوية، بصير ينزلوا بيتساقطوا الحبوب الرمان. يعني بتاخد ملعقة أقل وقت. شو صحي؟ كتير صحي طبعا. طبعا الفواكه صحية أكثر من العصير، بس برضو العصير صحي كمان. طب الجانب السلبي التالت؟ تالت جانب سلبي توني يلي هي شفتها امبارح دراسة بهارفرد انعملت بالجامعة الأمريكية، انه تناول العصير الطبيعي حتى لو 100% بزيد من نسبة الخطورة بإصابة بالسكري تيب 2 يلي هو ب 21% زيادة. شافوا بالدراسة انه الناس اللي بتناولوا العصير اكثر من الفواكه بزيد معهم نسبة الإصابة بالسكري. هذا الشيء بخوفني انا اللي عم فكر فيه رومي، انه العصير فيه فخ اكثر من الشوكولا او الرقائق البطاطس، لانه هديك يعني مضار واضحه صح، انما هي المضار مخفيه وهلا عم نحكي عن الطبيعه يلي انت ما بتفكر كثير انه طبيعي حتى لو انا عصرته بالبيت، يعني هيدا الشغله بدنا نعطيهم حقهم يعني بعد رابع صح اكيد بعد رابع جانب سلبي عفوا اوكي اللي بيصير هو رابع طريقه يلي هي رابع سوري جانب سلبي. جانب سلبي هو توني وقت نكون مثلا عم نعطي للاطفال، هيدا اكثر عم بتوجه الأطفال، إنه بيصير في بالنسبة للأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس بيصير في أكثر خطورة إنه يصابوا بالإسهال للأطفال اللي بيشربوا كتير العصير كل الوقت، ويعني بيصير في كمان أكثر مخاطر إنه يصير في تسوس لأسنان توني، لأنه هنا بيكونوا أسيد أوكي وبيكون فيهم سكر، فإذا أسنان كل الوقت عم نعرضهم لهذا الشيء بيكون عم بيزيون زيادة. وبعد شغلة ممكن يعملون كمان نفخة وضيقلهم مصرانهم. بس بين العصائر الطبيعية وعصائر السوق طبعا بتفضلي الشر الأخف يلي هو العصير الطبيعي بالبيت أكيد بفضله أكيد. وطبعا الأم بتقدر تراقب أكتر وأكتر صح. طيب من الأخطاء الشائعة أيضا أنه ممكن العصير يفقد الفيتامينات والمعادن الخاصة فيه إذا ما تناولنا القهوة دغري بعده أو الكافيين، هالشي صح أم خطأ؟ مزبوط، الكافيين ممكن يتفاعل مع شوي من الفيتامينات ما فينا نقول لا، هلا ما كتير بيأثر أصلا. العصير هو الفيتامين سي أكتر شيء نحن منفتش عليه، والبوتاسيوم عادة هول الاثنين، بس الفيتامين سي ما كتير بتأثر بالكافيين، فالكافيين ما كتير بيأثر عليه. بس اللي بقدر اقوله بس توني انه وقت بدنا نتناول العصير نجرب نتناوله من بعد ما نعصره دغري احسن، لانه كل ما تعرض العصير للاكسجين كل ما تاكسد الفيتامين سي اكثر، كل ما يعني فقد من قيمته اكثر. فاذا بدنا نستفيد بعد نحن عم نتناول العصير نتناوله دغري من بعد ما نعصر، يعني نقشر ليمونه دغري نعصر ونشرب احسن. بس بين الشوكولا نرجع نقول تنعطي حقه نعطي العصير الطبيعي حقه، بين الشوكولا والعصير بتفضل العصير صح. وللولاد معك حق 100% بفضل العصير، وللولاد بفضل ما كتير ينعطى العصير، بس ما يتفوت قبل السنة عند الولد أبدا، مش قبل السنة. وإذا بدنا نعطي ما نعطي كمية أكثر من 180 ملي على الأقصى، يعني 120 ل 180، ومش مثل ما عم نشوف بالصورة بالكباية ومش بالأنينة توني بالأنينة يعني ببرومو قصدي ما تنعطى بالأنينة. ليه؟ لأنه بيصير الولد أول شيء يشربها أسرع يعني دغري بتفوت أسرع، وبصير معود على هيدي الطريقة أنه يكرهها أسرع فبتاخد معه وقت أكتر إذا شربها بالكباية. شغلة تانية كمان، وفي كتير أهل بتصير معهم بركة ولازم أنا ضوي على هيدا الشيء، ما يعطوا البيبرون للولد اللي فوق فيه عصير ودغري فوتوه ينام من بعدها، لأنه هيدا الشيء بيزيد من تسوس الأسنان وبيأثر على الدينام، ممكن يعملهم التهاب بالدينام. طيب الوقت أي بأي فترة من النهار بتنصح بتناول العصير؟ وهل صحيح أنه مش مفترض نتناوله مباشرة بعد الأكل؟ يفضل أن لا نتناوله مباشرة بعد الغداء مثلا؟ بصراحة ما كتير بتأثر إذا مباشرة بعد الأكل ولا لحاله، بس بتملي بتملي يمكن يعني بتزيد نسبة البدانة أو النفخة، يعني بنحس إنه مزعوجين ممكن إذا كان مع الأكل عم ناخده، بس كسكر بالدم
بده يطلع اصلا. واذا بالعكس اذا كان مع الاكل عم بيتفاعل معه بيطلع بطريقه شوي ابطا بقلب الدم من انه يمتصه المستلم بسرعه على معده فاضيه. فهي مش مشكله توقيت قد ما هو الكميه الليمون مثل ما كنا عم نحكي اللي عم نعصرها او كميه الفواكه اللي عم نعصرها واكيد الالياف اللي عم نتخلص منها. طيب سؤالنا الاخير ما هو العصير الصحي الافضل ام كلهم عندهم نفس نسب الفوائد؟ توني انا بفضل العصير الخالص اللي بيكون قادرين نحن ناخذ معه الياف ونحن عم نعصره. يعني في عصائر ما بتفقد اليافها بقدر عصائر اخرى مثلا او فواكه اخرى. كيف نعصر البطيخ مثلا؟ بدنا نشيل منه البذر يلي هو اسود وبدنا نحطه بالبلندر او يلي هي بتطحن مش انه ما علينا نعصر ونشيل اللب كثير تبع البطيخ. فبضل في الالياف اللي جوا. انا بفضل هدول الانواع. مين قال لك اني بحب البطيخ؟ برافو توني. تسلمي. نشف ريقك؟ ايه بعصير. شويه عصير. شكرا لك رومي مجعس، دايما بتغنينا بطريقتك الخفيفه اللذيذه القريبه للقلب. الاخصائيه اخصائيه التغذيه وزميلتنا في صباح النور.